احترافية كبيرة. الهدف الثاني غادي الأكيد سنتابع الإعادة، الأكيد سنتابع الإعادة وسنشاهد الفرحة ديال مروان الشماخ. هدف كيعني شيء الكثير. لاحظوا التمريرة جميلة، ربما التمريرة ديال بن عطية غادي نتأكدوا لأنه التمريرة يمكن نقول بأن مروان الشماخ نهى العملية بشكل جيد وقام بالدور ديالو كهداف، ولكن نتمنى نشاهد من زميلي ربما هاودي يعطيني الكرة الأولى اللي خرجات، وتنظن بن عطية ربما بن عطية إذا كان بالإمكان نشاهدوا التمريرة اللي كانت بينية وعطات الهدف الثاني لفائدة المنتخب الوطني. ما غاديش نقول هدف الأمان ولكن هدف